خد الاستاذ محمد فهمي من سوهاج. اهلا بك يا استاذ محمد. يا فندم اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. والله هو بس يعني في مداخله، يعني كنت بحب اول امبارح ضيوف حضرتك الكرام. اهلا وسهلا دكتوره والاستاذه. لكن احنا عندنا اشكاليات قانون الاحوال الشخصيه كبير جدا. عندنا اشكاليات تختص بموضوع المفاهيم القانونيه الخاطئه، لان عندنا الشارع المصري للاسف سواء رجال او ستات عندهم مشكله كبيره جدا في موضوع مفاهيم قانونيه خاطئه عن الميراث وعن حقوق المراه وعن بعض القوانين المواد في قانون الاحوال الشخصيه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، عندنا مشكله كبيره جدا مع بنك ناصر. احنا لما بناخد احكام في المحاكم وخاصه في النفقه عشان نروح نفس بنك ناصر، بنك ناصر ما بيديش اكثر من 500 جنيه مهما كان الحكم. ده مش كده بس، ده ما بيديش كمان المبالغ السابقه. يعني من اول ما تقدمي له الحكم يعني من يوم تنفيذ الحكم او يوم تقديم الحكم للبنك هو اللي بيديه. المشكله الاكبر من كده بقى في بنك ناصر، وده بيجي على حق المراه، واحنا بنطالب بحقوق المراه وبنطالب نرفع عنها الاعباء والقصه دي كلها. فلما اجي لبنك ناصر يطلب مستندات تكاد تكون يعني تعجيز، مش الحكم بس. يقول لها هاتي يعني تحريات مباحث وهاتي ما اعرفش ايه. يعني مجهود عظيم عليها لو مش قادره تجيب محامي مثلا. ايوه مجهود وبس. ده احنا محتاجين ضغط بصوره غير عاديه لتغيير المنظومه بتاعت بنك ناصر. ايه الفايده ان مؤسسه الرئاسه تقول حقوق المراه والمؤسسات الدوله تقول حقوق المراه، وبعد كده لما تروح تنفذي في الواقع العملي نلاقي ده عباره عن عذاب للست لما تيجي تاخد طبعا عشان تصرف على اولادها. جميل. احنا مش محتاجين ان هي تصرف بس مبالغ بسيطه، تصرفها على اولادها، بتاخد حكم نفقه تقعد سنه في المحكمه طبعا وبعدين تروح البنك تاخده. يعني يبقى في معوقات. انا الحقيقه بشكرك جدا يا استاذ محمد لانك رجل وبتنصف المراه.